دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيفتتح بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مقر جامعة بادية بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد من المسؤولين وقيادات التعليم العالي ورجال الأعمال والجامعة في تمام الساعة 8:30 صباحاً. النهاردة هيشارك محمد جبران وزير العمل في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس المقرر عقده بالسوتشي الروسية بدعوة رسمية من وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسية لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالعمل والإنتاج. وبتنعقد الفعاليات بحضور مدير عام منظمة العمل الدولية والسكرتير العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال في الاتحاد الروسي ووزراء عمل ورؤساء وفود من الدول الأعضاء لمجموعة البريكس. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، من أهمها مباراة منتخب فرنسا مع منتخب بلجيكا في تمام الساعة 10:45 ليلاً، في نفس التوقيت مباراة منتخب النرويج مع منتخب النمسا ومباراة منتخب تركيا مع أيسلندا.